Hey guys, it's Rebecca. I'm back again with another reaction video. This one has been sent to me a good few times, but I've been putting off watching it because it's quite a long one. This one's about 30 minutes long, and I'm guessing I'm gonna have a lot of questions afterwards. But this one is the 9 shocking facts from the Quran, again by the Merciful Servant, a channel I've grown to know quite well. So I'm gonna give it a listen and see which one blows me away the most. I'm suspecting it's going to be all of them. But let's go. تسع حقائق صادمة من القرآن الكريم. منذ زمن موغل في القدم، والبشرية تسعى لفهم الطبيعة ومكان الإنسان فيها. وأثناء هذا السعي وبحثاً عن مغزى الحياة، معظم الناس لجأوا إلى الدين. معظم الأديان مبنية على كتب معينة يزعم مالكها أنها وحي من الله من غير أي دليل. الإسلام مختلف لأنه مبني على المنطق والأدلة الناهضة. هناك علامات واضحة على أن كتاب المسلمين القرآن هو وحي من الله، ولدينا الكثير من الأدلة التي تدعم هذا الإدعاء. فهناك حقائق علمية وتاريخية يتضمنها القرآن، والتي لم تكن معروفة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي لم يتم اكتشافها إلا مؤخرا بسبب التطور العلمي. ثم إن القرآن مكتوب بنمط لغوي فريد لا يمكن لأحد محاكاته. هذا يعرف بعدم القابلية للمحاكاة القرآنية. هناك نبوءات متنبأ بها في القرآن الكريم، والتي تحققت بالفعل. هنا سنقدم بعض الحقائق العلمية الموجودة بالفعل في القرآن الكريم. رقم 1، أصل الحياة. الماء أساسي لكل الكائنات الحية، وكلنا نعلم أن الماء ضروري للحياة، ولكن القرآن يقدم ادعاء غير عادي: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تؤمنون؟ في هذه الآية يشار للماء بأنه أصل كل الحياة. كل الكائنات الحية تتكون من الخلايا، ونحن الآن أصبحنا نعلم أن معظم الخلايا مصنوعة من ماء. فعلى سبيل المثال، 80% من اليوتولازما، وهي المادة الأساسية للخلية، الخلية الحيوانية النموذجية، توصف بأنها ماء في كتب العلم البيولوجية. فالحقيقة هي أن الكائنات الحية كلها مكونة من ماء، والتي لم يتم اكتشافها إلا بعد اختراع التلسكوب المتطور. ففي صحراء الجزيرة العربية، آخر شيء كان ليتصوره رجل هناك هو أن كل الحياة أتت من ماء. رقم 2، الحديد. الحديد لم يكن موجودا في الأرض، فهو لم يتشكل على الأرض، بل سقط من الفضاء الخارجي عليها. ربما يبدو هذا غريبا، ولكنه الحقيقة. لقد تم اكتشاف نيازك من قبل العلماء، والتي هوت على الأرض قبل بلايين السنين. تلك النيازك كانت تحمل الحديد من نجوم بعيدة عنا إثر انفجارها. والقرآن يتحدث بالتالي عن أصل الحديد. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هنا الله يستخدم كلمة أنزلنا عن الحديد، موضحا بذلك أن الحديد ليس عنصرا أرضيا، ولكنه تم إنزاله لتقديم المنفعة للناس. والحقيقة القرآنية هي أنه تم إنزال الحديد من السماء. رقم 3، السماء سقف حافظ. السماء تلعب دورا محوريا في حماية الأرض، فالسماء تحمي الأرض من الحزم القاتلة القادمة من الشمس. ولو لم تكن السماء موجودة، لقتلت أشعة غاما كل الحياة على الأرض، وهي تقوم بتشكيل طبقة لحافية ملفوفة على الأرض لحمايتها من البرد المجمد للفضاء. لو كانت هذه الحرارة لتصل إلى الأرض، لا تجمد الكوكب بالكامل. فالسماء تحمي الحياة على الأرض بتدفئة سطح الأرض من خلال اختزان الحرارة.
كما تخفف الاختلافات المفرطة بين الليل والنهار. هذه بعض الخصائص الدفاعية المتعددة للسماء. والقرآن الكريم طلب منا التفكر مليا في السماء في الآية التالية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. القرآن يقدم لنا هذه الآية كدليل على الإله، لأن الحماية الدفاعية للسماء لم يتم اكتشافها من قبل البحث العلمي حتى القرن العشرين. رابعاً، الجبال. القرآن يشد انتباهنا إلى خاصية مهمة للجبال. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً. القرآن يبين لنا في هذه الآية أن الجبال تمتلك جذوراً عميقة عند وصفها بالأوتاد، حيث نجد في الواقع أن للجبال جذوراً عميقة، وكلمة أوتاد هي بالفعل وصف دقيق لهم. هناك كتاب يسمى الأرض للجيوفيزياء فرانك بريس، والذي يشرح فيه بأن للجبال أوتاداً وهي مدفونة عميقاً تحت الأرض. للمثال جبل إيفرست الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 9 كيلومترات فوق الأرض، نجد أن له جدرا يصل عمقه إلى 120 كيلومترا في عمق الأرض. والحقيقة هي أن للجبال جذورا شبيهة بالأوتاد، والتي لم تكن معروفة حتى تم تطوير نظرية الصفائح التكتونيكية في بداية القرن العشرين. خامسا، التوسع الكوني. في الوقت الذي كان فيه علم الفلك بدائيا، كان القرآن قد أعطى وصفا للتمدد الكوني، حيث قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والحقيقة هي أن الكون يتوسع باستمرار، ولقد تم اكتشاف هذه الحقيقة الكونية من العالم الفيزيائي ستيفن هوكين، حيث قال في كتابه تاريخ مختصر للزمن أن التوسع الكوني يعتبر من أعظم الثورات الفكرية للقرن العشرين. والقرآن كان قد تحدث عن هذه الحقيقة حتى قبل اكتشاف المقراب المتطور. سادسا، مدار الشمس. في القرن الخامس عشر، عالم الفضاء نيكولاس كوبرنيكوس قدم نظريته التي تفضي إلى أن الشمس عديمة الحركة في مركز المجموعة الشمسية، وأن الكواكب هي من تدور حولها للشمس. والاعتقاد بأن الشمس ثابتة كان منتشرا بين علماء الفضاء حتى القرن العشرين. فالشمس ليست ثابتة، وهذه حقيقة علمية راسخة الآن، فهي تتحرك في مدارها حول مركز مجرتنا درب التبانة. والقرآن يذكر بأن الشمس لها مدارا: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. القرآن كان في نظر بعضهم مخطئا قبل قرنين مضوا من الزمن، لكننا نعلم الآن أن الرواية القرآنية لحركة الشمس هي متوافقة مع علم الفلك الحديث. سابعا، المحيط. القرآن يستعمل صورا لإيصال معانيه العميقة. هنا يصف حالة غير المؤمنين حين يقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كان يعتقد بأن الأمواج موجودة فقط فوق سطح البحر، ولكن راصد المحيطات قد اكتشفوا أن هناك أمواجا في العمق تصل تحت سطح المحيط. هذه الأمواج غير مرئية للعين البشرية، ولا يمكن رصدها إلا بأدوات متطورة. والقرآن يذكر الظلام في محيط عميق، فوقه موج من فوقه موج ثم من فوق ذلك كله سحاب. هذا الوصف ليس فقط رائع بسبب أنه يصف الأمواج الداخلية في المحيط، ولكنه يصف أيضا الظلام الموجود في غضامض المحيط. ثم إن الكائن البشري لا يمكنه الغطس إلى 70 متراً،
دون معدات التنفس، والضوء موجود في هذا العمق، لكن إذا نزلت إلى 100 متر فإنه ظلام بالكامل. ثامنا، الكذب والحركة. كان هناك قائد قبيلة قاص ومضطهد يسمى أبو جهل، كان يعيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أنزل آية قرآنية لتحذيره: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الله ينادي هذا الشخص بالكذاب، وقد أطلق ذلك على جبهته الكاذبة والخاطئة. وهاته الآية، هي آية عظيمة لسببين اثنين. الأول هو أن القسم الجبهي من دماغنا مسؤول عن الحركة الإرادية، هذا معروف بالفص الجبهي في كتاب بعنوان أساسية التشريح وعلم وظائف الأعضاء، حيث يتضمن نتائج لبحوث عن هذه المنطقة، حيث يقول أن الحافز والبصيرة من أجل تخطيط وبدء الحركة تحدث في الجزء الأمامي من الفصوص الجبهية، فالباحة تتقدم الجبهة وهو الجزء الدماغي المسؤول عن الحركة. وفي القرآن مذكور أنه سيقبض إذا لم ينتهي الرجل. ثانياً، العديد من الدراسات أظهرت أن نفس المنطقة من الدماغ مسؤولة عن الكذب. وفي دراسات أخرى والتي سئل فيها متطوعون أسئلة استجوابية، تم اكتشاف أنه عندما كان المتطوعون يكذبون كان هناك زيادة بشكل ملحوظ في النشاط بالقشرتين الأماميتين للجبهة، وهي المسؤولتين عن الحركة في منطقة فص الناصية. فالقسم الأمامي من الدماغ مسؤول عن الحركة والكذب، والقرآن بالتالي يربط بين الحركة والكذب بهذه الناصية. تاسعاً، مستشعرات الألم. لوقت طويل كان الاعتقاد بأن حاستي اللمس والألم كانتا معتمدتين على الدماغ، ولكن تم اكتشاف أن هناك مستقبلات للألم موجودة في الجلد، فبدون تلك المستقبلات لن نستطيع الإحساس بالألم. انتبهوا لهذه الآية عن الألم: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله يخبر الناس الذين يعادون رسالاتها أنهم عندما يكونوا في النار وتحترق جلودهم لن يشعروا بالعذاب، لذلك يعطيهم جلودا جديدة ليحسوا العذاب. فالقرآن بيّن بشكل واضح أن الألم معتمد على الجلد. إن اكتشاف مستقبلات الألم في الجلد هو اكتشاف حديث نسبيا لعلم الحياة. With what is said in the Holy Quran. The fact that it knew all this stuff that scientists are only just discovering in the past 100 or so years, and in the Quran it's there, in plain sight, saying this is how it is. I can't believe it, but also believe it simultaneously. It's... Yeah, you could say I am shocked. It's incredible. It's incredible. I subscribe to Merciful Servant now.